قول لي يا طريف، والواحد يعني لما عمره يخلص ويموت يعني هيفرق ايه معاه اذا كان مات اب ولا مش اب؟ ما كله بيموت، فرق ايه يعني الاب من غيره؟ لا ازاي؟ تفرق كتير. تفرق ايه يعني؟ الاب طبعا عنده عيال، وعياله هيجهزوه ويغسلوه ويكفنوه ويشيلوا نعشه ويمشوا في جنازته وينزلوا مع القبر ويعيطوا ويفتكروا كل حاجة حلوة عملها معاهم ويدعوا له. ويعني ما انا ممكن اجر اي حد يعمل الحاجات دي. وايش ضمنك انه هيعمل كده بعد ما تموت؟ ما هو ممكن ياخد منك فلوس وانت حي وبعدين يطنش ويخلع بعد ما تموت. هو مين اللي فتح السر المهببة دي؟ انت. انا بسألك، فرقها ايه اللي ميت عنده عيال من اللي ما عندوش؟ لازمته ايه بقى ننزل القبر والنعش وكلام المنيل ده؟ ما هي كده. مين اللي هيشيل نعشك؟ خلاص. مين اللي هيمشي في جنازتك؟ خلاص يا طريف. مين اللي هينزل معاك القبر؟ اخلص. ما هو انت لازم تبقى عارف. قول لي يا طريف، هو مين أكتر حد هيزعل عليا لما أموت؟ أنا والله. مين غيرك؟ نانسي بتحبك أوي. وشيرين ومونس طبعا. شيرين طبعا، بس هي مشكلتها إنها ما بتبينش مشاعرها خالص، والواد مونس هيزعل أوي طبعا. طب وسعد وسعيد ومسعد؟ تالي مش هتفرق معاهم أوي يعني. أنت عارف الواد سعيد ده عايز يسافر. سافر في ايه؟ بره. خليه يروح يغسل صحون هناك. لا مش هسيبه، هسيبه يتبهدل يعني. هو حر. مش حر. هو انت ابوه. انزل جهز العربية يلا. حاضر.